على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء. أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء، بحبها وهي ملك الأرض شرق وغرب، بحبها برقة وبوف وعلى استحياء. إذاعة موركيف السويدية تقدم مصر في عيون العالم مع أميرة سليمان. صباح الخير من أم الدنيا، مصر أم الدنيا ومصر في عيون العالم، من إذاعة موركيف السويدية الناطقة باللغة العربية. هنتكلم طبعا في برنامجنا عن الأماكن الأثرية الرائعة في بلدنا في جمهورية مصر العربية، وإحنا هنا في القاهرة في قلب الحدث في ميدان التحرير، وعندنا المسلة والكباش، ومعانا طبعا الخبير الأثري وأستاذ هو طبعا في ومتخصص في علم المصريات، معانا دكتور أحمد عامر. أهلا بك يا دكتور أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة أميرة وكل السادة المشاهدين. موركيف راديو. ميدان التحرير ليس مجرد ميدانا عاديا بالنسبة للمصريين، فمن يسير في ربوعه ستظهر في أذهانه العديد من الذكريات، لأنه يحمل العديد من الدلالات في حياة الجميع تاريخيا وسياسيا واجتماعيا، والآن تحول إلى رمز حضاري بامتياز ودليل جديد على أصالة وعظمة الحضارة المصرية القديمة. مظاهر التطوير التي يشهدها الميدان حولته إلى لوحة فنية رائعة، حيث تم تقسيم العمل بالميدان إلى 6 مناطق هي صينية الميدان وعمر مكرم والمتحف المصري ومجمع التحرير ومبنى وزارة الخارجية القديم وجراج التحرير. فتم إنشاء قاعدة ضخمة وضعت عليها المسلة الفرعونية وسط الميدان، والتي تم ترميمها بطول 19 متر ويبلغ وزنها 100 طن، بالإضافة إلى 4 كباش فرعونية وعمل نافورة مياه وأعمال الرصف. كما تتضمن الأعمال نظام إضاءة أرضية وأحواض بها شويرات زيتون وتركيب أجهزة إضاءة بها لإضفاء شكل جمالي ينسجم مع الطابع الفرعوني، وأعمال التطوير بالميدان الذي تحول بالفعل إلى مزار سياحي هام، وذلك في إطار المشروع العام لتطوير القاهرة الخديوية الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبالرغم من أن ميدان التحرير يحاكي في تصميمه ميدان شارل دي غول الذي يحوي قوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس، إلا أنه يعد رمزا للصمود في حياة المصريين، كما أنه يتميز بالتخطيط الجيد الفريد، حيث يتفرع منه على شكل شعاع عدد كبير من الشوارع ليصبح الميدان محطة رئيسية ضمن محطات التطوير العديدة التي شهدتها شوارع مصر مؤخرا، ودليلا حقيقيا على مرحلة التطوير والبناء التي تشهدها كافة أرجاء البلاد. موركيف راديو. عايزين نقول ان احنا حبينا ننزل كده في قلب الحدث واحنا هنا في ميدان التحرير، وان احنا نتكلم فعلا ونشوف الاماكن الرائعه اللي بتمتاز بيها بلدنا مصر، وبنقول مصر في عيون العالم. خلينا نقول تاريخ المسله اللي ورانا دي والكباش، وعشان برضو نوضح الفرق ما بين الكباش هنا وفي معبد الكرنك في الأقصر. تمام. هو مبدئيا احنا واقفين طبعا في واحد من اعظم الميادين على مستوى العالم، ميدان التحرير، الميدان اللي شهد اعظم ثورتين في مصر 2011 و2013. فكرة تطوير وتحويل الميدان الى متحف مفتوح او لمزار سياحي بدأت في 2017، لما طبعا اقترحت الحكومة ان هو يتحول هذا المتحف لمتحف مفتوح مع وضع بعض القطع الاثرية الهامة، وبالفعل تم هذا الامر يعني تماشى مع نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير اللي هو على مقربة مثلا منا اهوت، وطبعا لمتحف القوم للحضارة بالفسطاط، وكان حدث طبعا مهيب جدا في ابريل 2021.
تم طبعا افتتاح هذا المكان الاثري الهام جدا، وطبعا احنا ورانا الكباشه اهيت والمسله. ناس كتير ما تعرفش ايه الفرق بين الكباش وطبعا تمثال ابو الهول، هما الاثنين فكره واحده، ولكن تم استبدال الراس طبعا الانسان براس كبش، ودي من الحاجات اللي كانت موجوده في الحضاره المصريه القديمه. بترمز لايه يعني الكبش؟ طبعا يعني اولا الكبش بيرمز عند المصري القديم لرمز الخصوبه والنماء، وهي اصلا ما كانش الكبش معروف الا من عهد الدوله الوسطى بالتحديد، ولكن مع اهميته طبعا في عهد الدوله الحديثه عندما تم بناء او عمل طريق الكباش اللي هو بيمتد من معبد الاقصر لمعبد الكرنك بطول 2 كيلو و700 متر بالظبط، كان على يمينهم ويسارا طبعا الكباش طبعا الحيوانات الكبش بالتحديد. وزي ما قلت هو كان خاص بحاجه اسمها عيد الزواج المقدس اللي هو خاص بالاله امون او الثالوث المقدس اللي هو عباره عن امون وموت وخنسه، ده كان بيحصل لهم تزاوج كل عام في شهر نوفمبر من كل عام عند المصري القديم، لذلك كان الفكره جايه من هنا. ناس كتير ما تعرفش ان هو هذا طريق الكباش بدا في عهد الاسره 18، وكل ملك كان بيجي فيما بعد كان بيعمل تطوير لهذا الكباش ويضيف كباش بالنسبه لهذا الطريق، لذلك هو انتهى في عصر الاسره 30 وحكم الملك نكتنبو او نكتنبو الاول، لذلك كان الموضوع هام جدا في تلك الفترات. ناس كتير عرضت هذا الامر، وفي نفس الوقت احنا بنتكلم على ان الكباش ديت مش من كانت معروضه في طريق الكباش، ديت كانت موجوده خلف الصرح الاول وكانت متنحيه جانبا. فالوقتها وزاره السياحه والاثار اقترحت طبعا مع الحكومه ان يتم وضع هذه الكباش واستغلالها، وطبعا تجميل يعني ما يطلق عليها بالقاهره الخديويه، احنا بنعتبر التحرير واحنا في وسط البلد نعتبر، فدي اسمها القاهره الخديويه. لذلك كان الامر حلو جدا وهام جدا، لذلك كان الكباش نفسها رمز زي ما قلنا للحضاره المصريه القديمه، والمسله بتاعت الملك رمسيس الثاني بالتحديد ديت جايه من تانيس وصان الحجر، وفي نفس الوقت كمان في حاجه هامه جدا اللي هي طولها عباره عن 19 متر وبتزن 90 طن، وكانت مقسمه لما يقرب من 6 قطع اثريه. احمد عامر، ولازم هيكون لينا لقاءات تانية قادمة برضو عشان نتكلم عن تاريخ مصر وحضارة مصر. وطبعا بشكرك الخبير الاثري احمد عامر، متخصص في المصريات. شكرا جزيلا. شكرا. على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء، انا مصر عندي احب واجمل الاشياء، بحبها وهي ملك الأرض شرق وغرب، بحبها برقة وبومف وعلى استحياء. إذاعة موركيف السويدية تقدم مصر في عيون العالم مع أميرة سليمان.